اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه تنوع، ولكن الفكر الطهوي غالب على الماتيريال. ماتيريال بسيط، بتنجان، لحمه مفرومه، شويه برغل بتاع الكوبيبه بس الخشن منه. البرغل ده نوعين، اللي هو منتجات القمح الصلب، عشان نعرف البرغل ده جاي منين. جاي من القمح الصلب، بيطلع منه البرغل الناعم والبرغل الخشن. برغل الخشن بيخش في بعض الاكلات زي برغل بتفين، لحم بالبرغل، سمك بالبرغل وهكذا. هنعمل برغل بالشعريه النهارده، اسمه برغل بتفين بالشعريه، عدل اللحمه اللي انا هعملها مع البتنجان اللطيف الحلو ده. هنعمله كريسبي مقلي، هنطور من اكله البتنجان، هنعمله رولز كده، محشي لحمه مفرومه وفليفر، وبعد كده يخش في مراحل البانيه ويتقلي يتعمل زي الاسكالوب. حاجه حلوه فيها افتكاسه طهويه. الحلو بتاع النهارده، لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا انا مش عايزاها. البطاطا النهارده معانا بطاطا حلوه، هعملها النهارده بالكريمه ونشوفها مع جوز الهند تبقى ازاي، واخده الفليفر والمهلبيه والوايت صوص، لطيفه وجميله. وانا من عشاق البطاطا الحلوه، اي نعم هي مش في الموسم بتاعها، في بعض المحلات بتبيعها في اي وقت. البطاطا الحلوه قيمه غذائيه عاليه جدا، وغنيه بالبروتين وغنيه بالالياف الجميله الحلوه، والسكريات بتاعتها سكريات امنه غير الكربوهيدرات اللي موجوده فيها. هنشوف مقادير دلوقتي. البرغل بتفين، برغل مشتقات القمح الصلب غير الفريك. الفريك بيطلع من القمح اللي هو الاخضر، انما البرغل بيطلع من القمح الصلب. حلو الكلام؟ وده مشهور طبعا ومعروف في اطباق الكوبيبه اللي احنا عارفينها. المقادير على الشاشه، برغل خشن ده اساسي معانا، شعريه معانا، بصله ناعمه، فص توب ناعم، النظافه مطلوبه، شويه البهارات بتاعتنا، معلقتين سمنه بلدي، طاسه شديده الحراره على النار. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. وانا شغال كده، ده الطبق طبعا كله عناصر غذائيه. انا بخلط المطبخ بتاعي، مطبخك ازاي يكون مطبخ صحي وفي نفس الوقت بتعملي كل حاجه انت نفسك فيها. اللهم صل على النبي. اخبار الشعريه خلصت. تقليبه، الله، بصلايه، بص على الحلاوه بالله عليك، بص على الحلاوه هنا، تعالى معايا هنا، هو ده اهو، هو ده اهو. عينيا. شفت الحلاوه دي؟ هو ده، بصلايه والتومه والشعريه الله عليك. ننزل بالبرغل بتاعنا ده كتير نص الكميه كفايه، الله عليك يا عم الشيف. ونقلب، اسمه برغل بتفين بالشعريه، ممكن يتعمل بالحمص. تيجي تتكلمي عن العناصر الغذائيه اللي موجوده هنا كتير قوي، بدايه من البروتين، نشويات، كربوهيدرات، معادن، كل ده. عندك شوربه بتغلى على النار، عندك شوربه لحمه على النار، عندك شوربه فراخ على النار زي ما انت عايزه. البهارات بتاعتنا زي ما احنا حابين، فلفل، شويه كمون، الله اكبر، شويه فلفل اسود، ملح، لا حاطين ملح مع الشعريه، هو ده. نقلب، الله الله الله، هو ده. تاكل صوابعك وراه، ده اسمه برغل بالشعريه، زي الرز بالشعريه، بس الطريقه زي ما حضرتك كده شايفه مختلفه. عيار الميه، هو ده، اللهم صل على النبي. ارفع ايدك. عيار البرغل غير عيار غير الرز. لما نعمل برغل بالشعريه غير رز بالشعريه، ونسيبه على النار يا عم الشيف لمدة 15 دقيقة. نشوف مع بعض عم البرغل، برغل بتفين بالشعرية ده مش محتاج وقت خالص. نشوف مقادير البطاطا يا استاذ رحاب بعد اذنك. بطاطا حلوة، والبطاطا قيمة غذائية عالية جدا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ تعالوا نغرف مع بعض مستر برغل في السرفيز الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. ده مكانه، نغرفه مع بعض كده عشان وقتنا عدى وخلص. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا شيف، ده انا هسيب كل ده واكل البرغل ده.
الشعرية هنا عاملة عمايلها مع البرغل. ده عايز يبقى فراخ مشوية ماشي، طبق سلطة خضراء ماشي، شوية داوود باشا ماشي، شوية كفتة في الصينية ماشي. الله، الشعرية حكاية. البرغل طبعا قمح، يعني مش محتاجين نتكلم عن القمح. القمح منه نحيا، منه نعيش، كل حاجة في الدنيا داخل فيها القمح. أنا لخصته وعملته في أطباق شعرية. ألف هنا وشفا. حلقة النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. قدرنا إن احنا نعمل أفكار بسيطة وسهلة بتفاصيل صغيرة، ولكن الطعم والشكل جديد. عملنا البرغل زي ما حضراتكم شايفينه كده بالشكل الحلو ده كده، وعملنا البطاطا الحلوة، وعملنا طبعا الإبداع الطهوي البتنجان رولز باللحمة المفرومة. في بعض الناس مش بتحب اللحمة المفرومة، ممكن نستخدم بدل اللحمة المفرومة فراخ مفرومة. مش عاجبك الفراخ حط جمبري عادي، براحتك انت وجيبك، مفيش اي مشكلة. البتنجان لا يعترض على صديق ابدا، سواء لحمة سواء فراخ سواء جمبري. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.